ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وجه أحد الباعة المتجولين بمدينة سيدي سليمان في شريط فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامه لقائد بالمقاطعة الأولى لسيدي سليمان بتعنيفه والاعتداء عليه. الفيديو الذي تم التوصل به حكى خلاله البائع المتجول المذكور أن عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة اعتدوا عليه بالضرب أمام أنظار قائد المقاطعة الأولى دون أن يحرك ساكنا. وأضاف المتحدث ذاته أن عناصر السلطة المحلية ومعهم مسؤول بالقوات المساعدة قد حجزوا بضاعته متهما إياهم بتعنيفه، مضيفا إنه قد تم الاعتداء عليه بممارسات تحط من كرامته. وأوضح البائع المتجول أن أعوان السلطة وصل بهم الحد إلى إدخال عصا في دبوره، مطالبا من المسؤولين في وزارة الداخلية وبينهم عامل الإقليم بالتدخل لإنصافه في مواجهة عناصر السلطة المحلية الذي يتهمهم بتعنيفه. أخوتي المسلمين وأخوتي المغاربة، اليوم أسمع القصة ديالي شنو طلعت لي في هذه مدينة سيدي سليمان من طرف المقاطعة الأولى السيد القائد حمزة وسعادة الباشا وسعادة العميل. إلا بقى فيكم السيد اللي مات في العبيات اللي قتلوا القائد، أنا اليوم راه مت وأنا حي. اليوم تعرضت لواحد الاعتداء، لواحد المهزلة، راه حشمت نقولها. والسي الحموشي وأخوي عبد اللطيف الحموشي والسي جلالة الملك محمد السادس تحقرت اليوم واحد الحقرة راه ما عمرش مغربي تحقرها. اليوم الشيف ديال المخازنية وبالحضور القائد المقاطعة الأولى تمارس عليا واحد العنف راه حشمت نقولو. بالزرواطة تحاشاك تتخشالي ليا في الدبور ديالي، تقهرت الكرامة ديالي بشات وقدام المخازنية وزوج مقدمية راه بحال اللي عابل فيا البوكس. ما نقولكش كورة سعد وسي عبد اللطيف الحموشي، اليوم تحقرت أنا، اليوم تحقرت ها حالتي السي الحموشي، ها حالتي اليوم بكروة بقاو عليا وسي العميل. السلطة ديالك، شوف السلطة ديالك شنو دارت فيا اليوم، ولكن انت لا اساسي العامل انا داري ما نقدرش نحطو اليوم من طرف القائد ديالك. اليوم شوف شنو تعدى عليا الكرامه ديالي بشات لي السي عبد اللطيف الحموشي، انا داير فيك تاخذ لي حق انتايا. جا اليوم داو لي السلعه ديالي تكرفصوا عليا، انا الفلوس ها طالبها اقسم بالله اللي ما مسلفها لي عمي باش نخدم في هذا العيد الكبير. جا شارجها لي في طوموبيل دا قلت له لدي تديني معاك وداني تكرفص عليا. انا صحابني وكاك ودير شي ظلم، تحقرت بزاف عينيا تنفخو، الدار ديالي بكروه بقاو عليا بكروه. مقدم العربي الدغوغي ضربني كشمطني، والشاف عادل ديال المخازنيه بالزرواطه وتيحطها لي في الدبور ديالي، والصاد حتى هو وبحضور القائد المقاطعه ديالهم بالحضور ديالهم والسيد العامل. تقهرت انا اليوم الكرامه ديالي مشات ليا، الا ما عطيتونيش حقي راه غادي نموت، غادي نحرق راسي، نقشر راسي. مشى لي حقي اليوم، انا مشى لي حقي، سلعتي مشات لي الدوالية. الناس ما عرفتوش فين الدوالية. وامر الله وسعد جلالة الملك، شوف هاد عدي الله هاد الاوباش اللي ما قادش على السلطة، اللي ما قادش على التوني، اشنو داروا لي بالتونيات ديالهم. وسعادة وسي العامل وسي الباشا، لكن انت ناعس، انا راه اليوم تحق الضرب والضرب. شوف ظهري بقاو عليا بكروه، العصابه ديال القايد والشيف ديال المخازنيه ومعاه ضابط اخر وزوج مقدميه والصات معاهم حتى هو تيشوف بعينيه وبحضور القائد ديالهم بتعليمات. والسيد كاين واحد شهور بعدا راه العساس ديال المقاطعه الاولى بقى تيبكي تيعورط بالقائد تيعورط به. تفرشت انا سعادة العميل وسي العميل، واش وصلت بهم يخشيو ليا العصا الشاف ديال المخازنية؟ وصلت بهم الكرامة ديالي باش يرضيك نتايا؟ راه واش دابا انت ترضى بولادك؟ يطرى اليوم هادشي سعادة العميل وسي الباشا، راه اليوم راه لا اله الا الله اللي ما خديتوليش حقي في هاد البلاد في هاد مدينة سيدي سليمان. لك القائد ديال العبيات قتل السيد في عبيات، انا اليوم راه القائد ديال مدينة سيدي سليمان المقاطعة الأولى راه دمرني قسمني وانا حي. انا اليوم تنطالب بجلالة الملك والسي الحموشي ياخذوا لي حقي، والسي العامل ترى
كل شيء في هاد البلاد راه لا اله الا الله، راه المصير ديالي انا تكرفست، سلعتي مشات ليا، اللي سمعوها موالين الدار راه بو مرير بالسكر، اقسم بالله ما مسلف ليا الفلوس، اقسم لكم بالله اخوتي، وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل. تقهرت اخوتي، تقهرت تقهرت. واللي شاف اخوتي هاد الفيديو وما بارطاجاش نسالو حق عند الله. نشكركم على حسن المتابعة، قناة ماروك أخبار يومي.